وإن لم يعد كما كان لقلة منسوب مياهه، لكنه ما زال يطفي جمالا على مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان. نهر كارون الذي يفصل المدينة شرقا وغربا جعل هذه المحافظة مصدرا زراعيا هاما لإيران. لا حديث عن مصادر الطاقة في إيران دون ذكر خوزستان التي تحتضن حقل أهواز، ثالث أكبر حقل للنفط في العالم. لا صوت للسياسة يسمع هنا، ولا أحاديث ساخنة عن إجراء الانتخابات، فأزمات الاقتصاد تتصدر الاهتمام، وما يقال في العاصمة طهران يتردد مثيله هنا. تشتري 250 يوم ولا خارج لك صار 300، تشتري 300 يقول لك 400، يقول لك هذا الموجود شيء هنا. الآن من طهران هو السعر ماله صعد، وما عندنا مثل فرد سعر ثابت، ما عندنا يومية سعر. سياسيا كانت معظم أصوات الناخبين في خوزستان تصب في صالح الإصلاحيين وفقا لنتائج دورات رئاسية سابقة، معادلة يبدو أنها تتغير خاصة بعد ولايتين للرئيس الحالي المعتدل حسن روحاني. على عكس أجواء الانتخابات الرئاسية يتصاعد اهتمام سكان الأهواز كغيرهم في بقية المحافظات بالانتخابات البلدية المتزامنة مع الرئاسية، فهي الانتخابات التي تمس واقعهم مباشرة ويأملون من خلالها تغيير المعنيين بخدماتهم ودقائق أزماتهم. هنا في نواحي الأهواز لا ينافس مشهد صور المرشحين لمجالس البلديات إلا مشهد تردي الخدمات، واقع يتردد صداه في الشارع كما في برامج المتنافسين. أنا من أشاهد طفل في الشوارع يدخل، ويعني أشوف هذا يمل النفايات يخليني يسبب لي أكثر شوق على هاي الشيء، من أشوف الطفل وأشوف الشوارع وأشوف المجاري وأشوف البطالة للشباب. وعود بحلحلة الأزمات تدور في حلقة مفرغة منذ أعوام كما يقال هنا، فرغم أن خوزستان شهدت تطورا ملحوظا على مدى السنوات الماضية، لكنها تبقى دون طموح أبنائها. ياسر مسعود، العربي، الأهواز، جنوب غربي.